العدل عبر رفض وزارة المالية المرسومي ساعات إضافية وديمومة وتعويض القسم الخاص بالدستوي السنوي للدنيا. وفي هذا الضرب صارخ للعمل وللهجوم على المكتسبات ديال الشكيلة المغربية وعبرها موظفي قطاع العدل، على اعتبار أنه اليوم وزارة المالية تغرد خارج الصرف، على اعتبار أنه إصلاح منظومة العدالة. عندنا وزارة الدولة ملتزمة من خلال تهيئها للملف المالي لإصلاح منظومة العدالة، وما كنعرفوش كيفاش وزارة المالية أنها كترفض، في حين أنه مشروع الإصلاح راه مستمر، معنى أنه هي غادي تصرف الفلوس هي الإصلاح. وزارة المالية في شخص السيد وزير المالية. إذا المطلب الأساسي شنو هو؟ المطلب الأساسي هو الاستجابة للمطالب ديال الإخوان ديالنا اللي كيتبضم من داو السالم الدنيا والمصادقة على مرسوم. شبكاشي اليوم في محكمة الاستئناف بديتوا الوقفة، شنو هو الخطوات الماجية في حالة عدم استجابة الدولة لهذا المطلب؟ الخطوات هو أنه يوم السبت إن شاء الله يوم واحد نوفمبر سيكون مجلس وطني في مدينة الرباط تنظمه النقابة الديمقراطية العاد، سيناقش التصعيد من عدمية ويناقش مستجدات القطاع. وحنا نطالب أنه يحيد الاحتقان، لأنه حنا كنعرفوا الوضعية في البلاد، وبالتالي أنه اليوم عدم استجابة المطالب هو ضرب التزامات المغرب المواثيق الدولية والمعاهدة الدولية والحقوق والحريات اللي كينادوا بها المغاربة. سبكاجي عن الاف دي تي، شكرا. إننا نسير حق قيد قطاع أسير، مناظرون بالاس دي جي على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.